يكون صعيب الانترنت بالنسبه للمواطن، راه ما عندك حل، خصك تدخل له، ما تهمل عليه اداره، ما تسلط عليه موظف، ما تسلط عليه دوله، انا هذا اللي تيهمني. شكرا سيد الرئيس. عن الجرائم الالكترونيه نسائلكم. سيد الوزير تفضلوا. هذا هو الموضوع اللي معقدني انا، الجرائم الالكترونيه خصنا كي غنتفاصل معاهم. على كل حال صدقنا 22 في مايو 22 على جوج البروتوكولات، الاضافه الثانيه البروتوكول الاضافي الاول التي فقد بودابست المتعلقه بتجريم الافعال ذات الطبيعه العنصريه وكراهيه الاجانب والتي ترتكبها عن طريق الانترنت، والثانيه التي في فقد بودابست وكذا البروتوكول الاضافي الاول. وجينا في الحقيقه جينا في مجموعه القوانين وضعنا بعض الاليات ورسينا بعض الاليات على مستوى لإصدار أوامر وطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى، وضع آلية للكشف السريع عن بيانات حركة المرور في تتبع مصادر الاتصال، وضع آلية فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل نطاق مباشرة من المؤسسات التي تقدم الخدمات، التنصيص على آلية جديدة في مجال التعاون، ذلك إما بالمرور عبر آلية التعاون المستعجل أو بالمرور عبر نقاط الارتكاز في 24 ساعة، التنصيص على وسائل السمع البصري في مجال الأبحاث الجنائية، البروتوكول الإضافي في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات، وضعنا واحد إصلاحات على مستوى القانون الجنائي، حيث القانون الجنائي تشوفوها وسنتشدد في هذا الموضوع. الجرائم الإلكترونية يجب أن نتشدد فيها، أصبحت تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة، تهدد حتى الديمقراطية بمفهومها، لأن الديمقراطية تقوم على احترام حياة الناس الخاصة. شكرا سيدي الوزير المحترم. كنت بغيت نقول لكم بزاف الأمور. شكرا، تفضلي سيدي نعيم التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير سمحوا لي ما فهمتش الجواب ديالكم لأنكم زربتوا واحد الطريقة. الجرائم الإلكترونية عرفت واحد ارتفاع خطير ومهول جدا، حيث أنه ارتفعت بنسبة 6% سنة 2023 وتسجلت 5969 حالة، الرقم خطير جدا. وهذه الجرائم من ضمنها التجار في البشر، الابتزاز، النصب والاحتيال، السرقة الإلكترونية، التحرش الجنسي، والليستة طويلة. والخطير في الامر هو انه الاطفال حتى هما ما سلموش من هذه الجرائم الخطيره. صحيح انه القانون اساسي للتقليص والحد من هذه الظاهره، ولكن القانون بوحدو ما كافيش، وهنا خاص الحكومه تقوم بالدور ديالها بالتحسيس والمراقبه والتوعيه بخطوره ديال هذه الجرائم. وحنا واعيين بالعمل الجبار اللي كتقوم به المديريه العامه للامن الوطني، مشكورين، وطورت الامكانيات الرقابيه بالاضافه الى الاجهزه الاخرى. وسمحوا لينا السيد الوزير نقترحوا عليكم بعض الحلول الملموسة لمكافحة الحد والحد من هذه الجرائم الإلكترونية. أولا المطلوب هو تشريعات جنائية صارمة وتكوين أخصائيين في الموارد البشرية مؤهلة للحد من هذه الجرائم. شكرا سيدة النائبة، انتهى الوقت. هل هناك من يتعقب إضافي في الموضوع؟ ما كاينش، إذا غادي نرجعوا للسيد الوزير. في ما بقاش لك السيد الوزير، للأسف انتهى الوقت، ديالنا نمروا للسؤال 16. سؤال آني على الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة للسيدات والسادة المحترمين فريق أسارة والمعاصرة، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير المحترم. نحن في فريق الأساطير والمعاصرة بهذه المجلس الوقار ننطلق من قناعة راسخة بخصوص أهمية الدفاع عن تخليق الحياة العامة والتصدي لكل أشكال الانحراف ذات الصلة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وكذا استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار والهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. كما نعتبر أن الفساد والرشوة يشكلان أكبر خطر يهدد مسار الديمقراطية والتنمية على السواء، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق التنمية بوجود الفساد في ثقافة وسلوك الأفراد والمرافق. لذا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة، وشكرا. شكرا سيد النائب محترم، تفضل سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هذه القضيه ديال الفساد، الله اكبر،
هذه القضيه ديال الفساد طرح اشكال كبير. انا ما عرفت البعض كيودي المغرب بانه كله فاسد من الفه الى يائه. ما كاينش واحد يقيف هذه البلاد. درنا مجموعه تاع القوانين، قال لك لا ما درتو والو. درنا قانون غسل الاموال، درنا قانون احداث السجل العمومي لحزب المستفيدين الفعليين من الاشخاص الاعتباريين، درنا نصوص قانون القانون المسطره الجنائيه، ودرنا مجموعه ديال تعزيز الضمانات الى اخره في الاليات، درنا كذلك حمايه حقوق الضحايا، وكذلك الاستراتيجيه الوطنيه للقيام بالفساد الى غير ذلك. وكنسمع 50 مليار هنا، 60 مليار هنا، 70 مليار، مزيان. اعطيني شكون فين كاينين؟ هذه مؤسسه، هذه دوله، اعطيني فين هاد 50 مليار كاينه نمشي نعتقل الناس ديالها، نطلب من النيابه العامه تجي تعتقلهم. اما غير لوح الكلام 50 مليار الفساد كذا، البرلمان فاز، الحكومه فاز، شكون اللي لقيها؟ هذاك اللي كيهضر بوحدو. يوري لي فين كاينين؟ الا بغيت تهمش واحد الفساد هذه راه جريمه، بحال كنقول لها قتلتي، بحال كنقول لها سرقتي، سنحدد فين واش من تاريخ وفين كاينه وكيفاش كاينه وذا. واش العمل الوطني ما كيديرش شغل؟ راه كيديرش شغل. النيابه العامه كتابع ما خلات حتى واحد، وحددوا لنا غير نجي ندير البلد باش نبيض راسي انا نظيف وانا مسيح زماني، راه كاك هاف، راه دي دوله. والتي تتكلم مؤسسات رسميه، وهذه المؤسسات الرسميه يجب تعرف انها مسؤوله عن الكلام اللي كتقول. ولا جات قالت لنا غدا هنا كاين سرقه، ولا هنا كاين فساد، والله فيه البرلمان فيه فساد، تقول لنا شكون بالضبط؟ واش من ساعه وهاد 50 مليار فينا هي؟ ونمشيو نجيبوها ونعتقلوا الناس يداوها ونتكلموا حنا مسؤولين. اما غير اللي جا يقول لي الفساد، من يدعي الطهرانية سعيد النظر في راسو. شكرا. شكرا. التعقيب، نمر الى التعقيب. تفضلوا السيد النائب. شكرا سيد الوزير. اولا لابد ان نشكركم على مجهوداتكم وتضحياتكم وشجاعتكم لتطوير وإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، ونحن نطالبكم الاستمرار ومزيدا من التضحية لأنكم فعلا في الصحيح الطريق، في الطريق الصحيح. السيد الوزير المحترم، لا يمكن تصور أي بناء ديمقراطي دون أدوات وآليات لمحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام ووجود هيئات حكامة قوية ومستقلة لكن بصلاحيات مضبوطة ودون تضارب الاختصاصات المسندة إليها مع الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسات القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات. إن محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة التزام دستوري وصريح، حيث عمل البرنامج الحكومي على التأكيد عليه، واتخذت الحكومة في سبيل تنزيله إجراءات ملموسة في ظل التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ترجمها في محاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. إن محاربة الفساد ليست قضية مؤسساتية فقط، بل قضية مجتمع بالأساس، وهو الأمر الذي نبهت إليه اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها 13. شكرا سيدنا المحترم، انتهى الوقت، نمر إلى التعقيبات الإضافية في الموضوع. هل هناك من تعقيب إضافي؟ التي نشوفوا الأغلبية ما كاينش، إذا نمر إلى المعارضة. تفضلوا سيد النائب المحترم. تراجع المغرب تنقيطا وترتيبا في مؤشر إدراك الفساد على مستويات متعددة يقتضي بدل مهاجمة هيئة وطنية العمل بتوصياتها وتجريم الإثراء غير مشروع وتوسيع تجريم الرشوة الانتخابية وتسريع عرض المشاريع التي تخص تنازع المصالح، حماية الموظفين المبلغين عن الفساد الإداري، وتجريم تسريب المعلومات المميزة للحصول على امتيازات والتصريح الإجباري بالممتلكات، لأن الفساد يفوت علينا السيد الوزير فرص كبيرة في التنمية ويتدهور بسببه مؤشر الثقة، ثقة المواطنين في المؤسسات. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل هناك من تعقيب إضافي آخر في الموضوع؟ لا يبدو، إذا عودة لكم سيد الوزير، تفضلوا. نزل المغرب في مؤشر الفساد، شوف الدول الآخرين، شوف شحال من دولة هبطت، واش حنا نازلين معاهم كاملين ولا غير هما؟ هذيك شي الرشوة الانتخابية ضبطيها ليا، كيعطوها لك في وسط النهار، الرشوة الانتخابية كيعرف أنت كيعطيوها. هذوك شكون الموظف اللي ماشي اللي مبلغ ومشينا تصرفنا معاه؟ العكس. تكبروا بين الشعارات سهله الاطار غير المشروع، اعطيني كيفاش غادي ندير مع العناصر الدستوريه نصوا على قريبه البراءه. غير الجلسه لا في الطريقه جيت انت عندك تضمني لي بانه لازم الاطار غير المشروع غدا باغي تستغل ضد اي مواطن. الدوله ولا السلطه كتعطيها واحد القرار في الديار خص تبعد فيها الضمانات، باش غتعطيها لي؟ باش غتعطي للسلطه واحد الاختصاص وما عندكش ضمانات؟ معناه الا عطيتيها لي غدا غيقول لك في الطريقه جيت انت دخلوا قول لي جاكم الفلوس. عطيني الضمانات بانه غدا يعيطوا لشي واحد يقول لهم لا صبيحوا لي عطيوا لي شنو هي باش تعودي بعدا. خصني نثبت على الشخص انه ارتك انه عنده شبهات قيامي بفعل جرمي عندي نمشي ليه. المشروع
تجيبوا واحد غادي يثبت. واللي بغى يطلب شي حاجه يطلب شي حاجه معقوله، راه السلطه الا عطيتها كل شيء راه باش تصدها. راه المواطن خصو يحميه، ماشي من نفسه ولا المواطن، يحميه حتى من الدوله باش الدوله تعرف حدودها والمواطن يعرف حدوده. اما ندير اللي راه غير المشروع ونحل الباب واللي جا نجيبوه، هذا هو الديمقراطيه وكنقلبوا عليها. بارك الله عليكم. شكرا. شكرا سي الوزير. نمر الى السؤال الموالي، هو سؤال اني عن ظاهره، أقول عن ظاهرة تزويج القاصرات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية. الكلمة لكم سيدة النائبة المحترمة، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، معلوم أن مشروع المدونة الجديدة للأسرة يوجد في طور الإعداد، ونحن نقدر ذلك ونتطلع أن يدخل أن يحمل تغييرات مهمة ونوعية. وفي هذا السياق هناك معطيات وإحصائيات متواترة وتنطوي على خطورة مجتمعية كبيرة تفيد أن طلبات تزويج القاصرات تتم الاستجابة إليها بمعدلات كبيرة تفوق أحيانا 90% في بعض مناطق بلادنا، رغم أن الأصل في هذا الموضوع هو الاستثناء. ونذكر هنا بأن فريقنا تقدم بمقترح قانون للقطع مع هذا الاستثناء الذي صار هو القاعدة للأسف، لجعل سن الزواج هو 18 سنة فما فوق بشكل واضح وقطعي مع ضرورة زجر المخالفين. نعم، كل مواثيق والتزامات الدولية تذهب في هذا الاتجاه وروح دستور المملكة كذلك، لكن أيضا العقل والمنطق والتحولات المجتمعية والمصلحة الفضلى للطفلات كلها عناصر أساسية تؤكد أن مكان الطفلات الطبيعي هو المؤسسات التعليمية، وليس تحمل المسؤولية قبل الأوان والتعرض للمخاطر الصحية والنفسية والجسدية والتحول إلى ضحايا، كما برهنت على ذلك كل الدراسات والآراء والتقارير العلمية الحديثة بما في ذلك تلك الصادرة عن مؤسسات رسمية وطنية. على هذا الأساس نسائلكم السيد الوزير حول التدابير المتعين اتخاذها لأجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والقطع معها نهائي. شكرا سيدي النائبة، تفضل سيدي الوزير. سيدي الوزير الله يخليك، فضلا إلا سمحتي قرب الميكرو لأن كلام مهم. ولكن بعد عليا السيد الرئيس، خاص تعرف بأن 60% من طلبات الزواج القاصر كيوافقوا عليها القضاة. هذا كتحكم السؤال. 97% من طالبي اللي من الزواج كينقطعوا للدراسة، 3% كيتزوجوا وما باقي كيقراوا. 99% من طلبات الزواج القاصر هم إناث، 1% ذكور. أنا أعطيك الأرقام. هذا هو، وتنتمنى الموضوع الآن بين يدي جلالة الملك، باش نتكلم علينا في دور الأسرة بين يدي جلالة الملك، وحتى يجي قرار جلالة الملك نشوفوا أن هذاك. كاينة 1397 طلبا وضع بالمحكمة الابتدائية بمراكش، 881 قرعة السراغنة، 877 في فاس، 636 بجديدة، 632 بالصويرة، 559 بسيدي بنور، 415 بطنجة، 414 بقرية بحمد، 389 بقليطرة، 371 بأي دورير، 367 بتيسة، 366 بتونات، 359 بأسفي، 346 بسلة، 294 بشرب القصيري، 288 بتطوان، 245 بتردانت، 234 بالضربضة. هادو كلهم ما تيبقاوش يقراو. واحد المصيبة سميتها زواج القاصر. كان يعلم الله وحده وكيف سيتم حلها. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. التعقيب، الامر الى التعقيب. ما كنظنش بقى الوقت، اذا تعقيب اضافي في الموضوع لا يبدو. اذا شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم. وجلستي هي الوقت سالت فاش جلستي سيد الوزير، قلنا انتهى لك الوقت. على كل، انا نعطيك جوج الحلول. مدار الاسره الان ما عرفتش شنو فيها، بحيث يصدر القرار ديال جلاله الملك في الموضوع هذه، انا ذاك غادي تطلعوا عليها. مسألة ثانيه، يجب تجريم زواج القاصر، وانا اتجه الى جريم في القالب الجنائي، ولكن ماشي مطالب بدور الاسره كذلك. يجب ان نحافظ على تعليم المراه وبناء على الفتاه تصدق في 18 سنه باش تمشي تزوج في 18 سنه تعتبرها قليله كاع، ولكن هذا هو السن القانوني ما عندي فين نمشي، ونعطيها فرصه لتدرس. وانه جميع القوانين اللي كتمنع المراه انها تزوج وتقرا ولا تزوج كذا خصنا نفكروا فيها نحيدوها ونخليو بانه المراه اولا وقبل كل شيء مكانها الدراسه، مكانها القراءه. ومن حيث تقرا وتولي ولوا بناتنا كيقراو وعندهم مستوى عالي، ديك الساعه بغا يتزوج الله يكمل عليهم. شكرا. ولكن صعيب الواحد يقبل على نفسه. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.